upcoming airdrop sleeper exchange راح نشوف طريقة الاشتغال عليه. طبعا راح يوزعون العملة الخاصة بهم. عند انطلاق المشروع مش التستنت هذا على المنت، لازم يكون معاكم ماتيك. يلا بينا على الشرح. شكرا على الاشتراك مع قناة كريبتو الارت. هذا شرح جديد upcoming airdrop طريقة تسجيل. راح تضغط هنا، راح يجيك العنوان بهذا الشكل. تضغط على بوليجون بول ريجستر، راح تضغط على سليبر ديسكارد. ضروري تدخل على الديسكارد وبعدين accept invite. راح تجيك علامة star here تعلم عن الرولز هادو وهذه الاثنين اوكي. وهذه راح يفتح معك، راح يبين معك هنا كلمة complete. راح تسوي complete and read وتعلم عن خانة read complete وخلاص. ترجع للموقع، تسوي connect to discard تضغط عليها. راح يبين معك authorization بهذا الشكل، وراح يبين معك هنا كلمة connect your wallet. راح تسوي connect wallet، تأكد انك على polygon network على المنت اوكي. وبعدين نروح على الخطوة الثانية. الان راح نضغط على كلمة swap هنا اوكي. راح يبين معك بهذا الشكل، راح تختار connect your wallet اوكي polygon mint metamask. نضغط عليها خلاص. انت راح يعطيك اول شيء confirm وهكذا. راح يبين معك الوالت هنا، تختار ماتيك او اي عملة معك. انا معي ماتيك اوكي. راح نحولها الى مثلا USDC اوكي. نختار الاماونت تمام. انا اخترت 7 ماتيك اوكي. اكسبت، راح تسوي اكسبت بهذا الشكل. راح اختار USDC عفوا تمام. اكسبت، انت بتختار اي عملة معك. نعطيها confirmation، confirm. هنا يقول confirmation transaction submit. الآن راح نروح على liquidity close، نضغط على كلمة liquidity. بعدين راح يحولنا لصفحة ثانية. راح تضغط على get start اوكي. I understand كذلك. يقول لك الليكواليتي الخاصة بك راح تكون 15 يوم، يعني ما فيك تسوي لها ريموف ليكواليتي إلا بعد 15 يوم. راح تسوي لها I understand وبعدين answer، يقول جاوب على السؤال هذا ب15. confirm answer، راح تضغط هنا تكتب 15 بهذا الشكل اوكي. وبعدين I understand confirm answer اوكي. راح تجاوب every token بهذا الشكل، تنسخه copy confirm تحطه فوق اوكي. I understand yes. وبعدين answer confirm answer وبعدين I understand وخلاص. راح يبين معك بهذا الشكل. هنا يقول لك كم current pool liquidity 1,000,038. هنا تختار add liquidity، تختار التوكن. معنا احنا USDC الآن، راح تساوي USDC enter amount، نعطيه max. approve token to add liquidity، approve. ننتظر confirmation حق الميتاماسك وندفع الفيز confirm. فلسه تبندم، تتأخر شوية لأن البوليجون ماتيك شوية الشبكة تكون ثقيلة، انتظروا فقط. فإذا تأخر معك راح تروح هنا speed up اوكي وتسوي له speed up. راح يبين معك confirmation transaction submit تمام. ننتظر شوي وخلاص. نعطي الآن add liquidity ونروح على الميتاماسك. راح يبين معك continue، فراح ندفع فيز هذا confirm بهذا الشكل اوكي. وننتظر الconfirmation من الميتاماسك. خلاص confirmation transaction submit اوكي close. ضغطنا هنا فتمام. راح تبين معك هالواجهة already added deposit. راح تحط هنا email for update اوكي. تحط ايميلك، بحط انا ايميلي بهذا الشكل تمام. وبعدين submit وننتظر email register successfully welcome to the crew تمام. فإذا ضغطنا stack access هنا راح يبين معنا كم احنا حطينا USDC $6.19. يقول لك unlock بعد 15 يوم اوكي. راح تيجي هنا لما يخلص الايردروب هذا، سوي له unlock ترجع فلوسك وخلاص.
تمام، احنا سوينا على البوليجون مات. معاك هنا اوبتمايز مات، نشوف الاوبتمايز مات. اوكي نضغط عليها سويتش نتورك. نروح على اول شيء هنا، ننزل تحت نشوف وين الايفنت. راح ادخل الرابط مرة تانية من اول وجديد. فعندك مومبين بول، اوكي راح نسوي على مومبين بول. اوكي بوليجون خلصناها، هنا اوبتمايز خلاص تم اصلا اوريدي. نشوف اذا احنا كنا متاهلين، لان انا اول مره اسويها في هذا الموقع. you are not registered for the whitelist، فللاسف. فتمام نرجع نسوي نفس الحركه على مون بيم بول ريجستر، وبعدين نضغط على واليت. راح يحولنا ابروف لاضافه مون بيم نتورك، ابروف سويتش نتورك. راح يبين معاك هذا الشكل، راح اسوي كليك الديسكارد. اوكي وبعدين نرجع الموقع كونكت تو ديسكارد. راح نشوف اذا نفس الديسكارد ولا مغاير، نضغط عليه بهذا الشكل راح يبين معاك الديسكارد. تمام هو نفسه، راح تسوي كونكت تو ديسكارد. انتبه معاي فقط الخطوات، وبعدين اوثوريزيشن، وننتظر جوان مونبون. اوكي كونكت يور واليت، هذه هي اللي خبرتكم عليها في الاول. راح تسوي كونكت واليت، تختار مانت اوكي ميتا ماسك، وبعدين كونتينيو ويد ذيس واليت. واليت كونفيرم، تحل الكاباتشا، فيريفاي وكمبليت ريجستر. تمام وبهذا الشكل نكون أول خطوة سويناها، دخلنا للوايت ليست. بعدين نروح على كلمة سواب ونشوف معانا إذا معانا رصيد في المومبين. إذا مش معانا راح نحتاج الرصيد. راح نشوف كيف راح نقدر نجيب هذا الرصيد. فانتبه معي أنا شو راح أسوي. راح أسوي على البريدج، أحول من بلوكشين إلى بلوكشين. فبخلين على نفس على نفس المنصة هذه، بروح على البوليجون مان اوكي، وبختار الماتيك. بروح على كلمة سواب اوكي، راح اسوي سواب على ماتيك. باقي معي 4 قطع، اختار اشوف شو البريدج اللي يدعم، بيدعم الداي يو اس دي سي. وتمام راح نشوف اليو اس دي سي. اوكي نفس الحركة، راح نختار ماتيك يو اس دي سي هنا، هذه هي. ونحط الأماونت، نخلي الفيزات، نخلي قطعة واحدة حق الفيز. أوكي أنا بسوي أو 7، أوكي 0.7. بحط الأماونت 4 عشان يعطينا بهذا الشكل. أكسبت وننتظر الكونفيرميشن. كونفيرم، إذا مش راضي يحول معاك بسرعة راح تروح على سبيد اب، تعطي هاي اوكي وبعدين سيف عشان بسرعة في الكونفيرميشن ترانزاكشن. تمام تمت العملية، صار معي الرصيد. نشوف الرصيد اذا صار معي او لسه. سوي ريفرش. تمام صار معي الرصيد، هذا هو. ننتقل لهذا الموقع عشان نقدر نحول من البوليجون الى مومبيل توكن. فبنختار تسوي كونكت واليت اوكي، وبعدين تروح على ميتا ماسك. انتبه معي فقط الخطوات، اذا انت اصلا اوريدي عندك العملة هذه فتمام. تختار بلوكشين بوليجون، تتأكد انك على بلوكشين بوليجون. تختار فروم بوليجون الى مومبيل مون بيم اوكي، تختار هنا عفوا يو اس تي سي. وبعدين فانتبه معي الآن اوكي، لأنه لو حولنا يو اس تي سي اوكي من هنا بوليجون إلى مون بيم، راح نحتاج فيز، ضروري نحتاج فيز عشان نسوي اسواب فيز لهذا. فأنسب شيء لك إنك تروح لأي منصة تدعم مون بيم اوكي، بايننس، يوبي جلوبال، جيت دوت يو، كيكوان، كاريكين، باي بيت. اوكي كل هاي المنصات تدعم هاي العملة.
فأنا بختار على قطة تيو لأنه فيها رصيد معي. المينيموم ويدرا هو 1.2، يعني بتشتري 1.2 يقول لك هنا الفيز 1.1، يعني بيخصم معك 1.1، يعني لازم تشتري 4 قطع عشان تقدر تحول من قطة تيو. فإذا على باينس ما أدري صراحة كم على باينس، ولكن راح أسوي هاي الطريقة. أنا أنسب لي من إنه أسوي على البريدج، لأنه كده كده راح أحتاج مون بين عشان أقدر أسوي سواب لهذا الموقع. أقدر أسوي سواب، لازم فيز ندفع للبلوكشين. تمام، فالآن بروح على قطة تيو، بحول رصيد USDC أو USDT إلى مون بين. أوكي، بروح على تريد، أوكي سبوت تريد، نضغط عليها. أوكي، فبختار هنا JLMR مقابل USDT. هنا ننزل تحت نختار كم معانا رصيد، 15 دولار، فبختار مثلا 4 قطع. أوكي، راح يكلفني 7 دولار تصيلة. أشوف أنسب سعر، هذا هو أنسب سعر إذا اخترت على 4 قطع. تمام، فباي USDT، كونفيرم أوردر، كل حط الباسورد. تمام، تم الشراء. الآن بروح على كلمة withdraw، اضغط على withdraw. تمام، بختار to address، نختار Moonbeam Network. اوكي، نحط هنا الادرس، نروح على MetaMask خاصة بنا، نساوي copy address بهذا الشكل، وبعدين هنا amount راح نعطي الماكس كم معانا. احنا قلنا 3.9. اوكي، found in password، هنا الكود send email code، هنا جوجل حقنا حق كود. تمام، وبسحب برجع، بيقول لي هنا your request has been successfully submit close، وننتظر تشوف هذه هي processing. تمام، ننتظر لين توصل، نرجع نكمل باقي الخطوات حق البريدج لأنه ضروري. راح أخلي فقط هذه في حق الفيزات. أوكي، فتمام، تم وصول العملة 2.98، خصم فيز 1.1. فالآن راح ننتقل إلى البوليجون، أوكي، عشان نحول الـ USDC إلى مونبين. أوكي، وفي الموقع الثاني نسوي سواب لأننا راح نحتاج الفيز. بوليجون، نختار بلوكشين بوليجون، وينو؟ هذا هو. تمام، اوكي، معي 0.7 ماتيك. تمام، راح نسوي ماكس. هنا يقول لك كم راح يخصم فيز، نشوف كم راح يخصم فيز. راح يخصم 0.10 سنت. ابروف USDC، اتا ابروف، وننتظر. ومنها كنت اهانة حتى في هذا الموقع، لانه هذا الموقع جديد حق البريدج. تمام، اوكي، سواب، نعطيه سواب، كونفيرم. يقول لك هنا ريسيفر ادرس هو هذا، راح نعطيه كونفيرميشن. راح ندفع فيز بالماتيك، ولازم يكون عندك فيز بالماتيك ضروري. كونفيرم، وننتظر لين يوصلنا العملة في البلوكشين مومبين. فبتاخد وقت شوية. باندين، اول شيء ابروف توكن صارت، سين ترانزاكشن صارت، بسيط. هنا باندين لساتها، وننتظر لين تتم المعاملة ونرجع. فتمام، الآن أعطاني ساين تو كليم فاوند، نضغط على ساين. أوكي، ويتين فور أكليم كليم، نعطي ساين. أوكي، وننتظر الدفع. تمام، كليم سكسسفولي. اد هذه راح اسوي اد تو ميتا ماسك، راح نختار سويتش نتورك على مومبيم. اوكي، ونسوي لها اد عشان نشوف الرصيد اذا وصل. هذه هي، تمام، اد. وبهذا الشكل نكون خلصنا الخطوه الاولى حق مومبيم. الان نرجع للموقع، نختار خطوات من اول وجديد، ريجستر ويذ بول مومبيم. اوكي، وننتظر كالعادة connect to discard.
وبعدين نروح على السواب وهكذا، نفس الحركة اللي سويناها في الأول راح نسويها مرة ثانية على مومبي. أوكي، يقولك هنا نضغط على سواب وبعدين نختار عملة يو اس دي سي مقابل أي عملة ثانية، نختار يو اس دي تي. أوكي، أماونت ماكس، تمام، أبروف سواب، أبروف، وبعدين waiting for confirmation، confirm، عشان قلت لكم لازمكم عملة ون بيم عشان الفيز صار يخصم 0.01 فيز، وننتظر لين يسوي ابروف، وبعدين نروح على الكواليتي ونحط الكواليتي حق ال USDT وخلاص. هنا يقول confirmation transaction. اوكي تمام، تمت المعاملة. الآن نروح على الكواليتي وبعدين راح نسوي نفس الخطوات، select amount، راح نسوي على الأماونت، تمام. شوف ال USDT، this token is in the pool to get more، مش شغال على ال USDT، راح نختار خلاص، راح نختار هذه الأماونت معانا، راح نحط اثنين، احنا أهم شي سوينا swap، نحط اثنين قطعة، add liquidity، وننتظر approve continue. اوكي راح ندفع في 0.01 مجموع 2 confirmation. اوكي transaction submit waiting for a blockchain confirmation، وننتظر. لا تنسوا دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، تعالوا على قنوات التليجرام للتحديثات كالدروبات، كذلك تقديرا لتعبي ومجهودي، شيروا هذا الفيديو لأكبر عدد من متابعينكم أو فيسبوك وهكذا. فالآن ننتظر pending close، يقول لي هنا خلاص confirm transaction، نحط الإيميل نفس الإيميل اللي دخلنا فيه. أوكي نفسه .com submit، ويقول لك هنا خلاص بعد 15 يوم تعال اسحب الرصيد. وبهذا الشكل نكون خلصنا الايردروب هذا. تعالوا على قناة التليجرام، هذه هي قناتي كريبتو الارت، نحط كل شيء ايردروبات صادقة، وكذلك عندنا الجروب نسوي فيه تحديثات ونتكلم عن العملات. اي استفسار تعالوا على كريبتو الارت جروب، كذلك قناتي، عشان تتابعون التحديثات الايردروبات اللي حاطة على شانين خاصة بي. اشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، مع السلامة.